السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا مع بعض برنامج اوبن توشيبا، داخل تشوف المكان في ار اف اتحط ازاي، في المشروع التواصل بينه ازاي. اول حاجة انا بنلاقيها الادوار كلها بتبقى موجودة، وتقدر تختار اي دور وتحط العناصر اللي انت عايزها. تقدر تشيل الدي اكس اف اللي هو السكواد اللي موجود في المشروع وتشتغل على الجراوند، وهنا تشوف الحاجة 3D وتقدر تلف المبنى زي ما انت عايز، وتقدر تشوف العناصر اللي انت عايز تخفيها وتظهرها من المشروع. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز ابدا احط مكان مثلا في ار في، ده الاكستيريور، اديله الريفرنس، اديله درجات الحرارة، الديزاين، الشيك اهوت، اعكس المكنة مثلا اهيت، تقدر تلفها لو انت عايز، تقدر تحط الانتيريور طبعا كل المعلومات اللي انت عايزها، وفي جزء معين بينبهك ان انت تسيب مساحة. طيب وبعد كده ممكن تحط مالتي سبليت، ممكن تحط سبليت زي ما انت عايز. وبعد كده ندخل في البايب ونبدأ نشوف التوصيلات، الهوريزونتال بايب والفيرتيكال بايب، كيف توصل بين الأجهزة وبعضها حسب التصميم العميق اللي انت عامله. انت عايز توصل ده بده بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن تعمل اي اوامر تعديل، ممكن تيجي هنا تعمل تعرف المعلومات عن كل العناصر، اعمل شيك. طيب هنا ممكن تشوف حاجة 3D، ممكن تقول له انا مش عايز اشوف العناصر بتاعت البيم، انا عايز اشوف بس العناصر التكييف والصحي والحاجات ديت. ممكن تقول له في دور معين من الادوار وهكذا، دوس سكيب عشان تخرج. السكيما بيبدأ بيوريك التوصيلات بتبقى عاملة ازاي في المشروع.